بس دقيقة جاتني رسالة بشرفي. يعني ما يصير جدا، أنا ما أقدر أعرف. بيتي في أعلى الجبل، لقد أخرجتني قذائف الجيش الباكستاني. قتل شقيقي العام الماضي وسقطت قذيفة هذا الصباح على بيتي، فأخرجت مشيتي ونجوت بنفسي. تقريبا ساعات اندلع القصف فبدأ الأهالي النزوح. لا توجد طالبان هنا، وهذه منطقة مهملة حيث لا تنمية ولا بناء. سقطت القذائف على بيتي، وقبل سنوات وقع الشيء نفسه. هذا هو حالنا إن كنت تسأل عنه. أعتقد أنه يجب مساعدة الشباب في إفريقيا، فإذا أرادت حكومتنا مساعدتنا فعليها توفير فرص عمل لنا بدل هدم محالنا التجارية. بعض الشباب يمكنهم إنجاز أشياء مهمة، لكنهم لا يملكون رأس مال للقيام بذلك. الأمر كله قدر من الله، الغنى مقدر منه، ليس لنا في ذلك حيلة. يمكنك أن تعمل ليل نهار، إذا لم يقدر لك الله الغنى فلن تكون غنياً أبداً.